I be letai min fari Sydney le legin. Anna Carl, Anna Caroline, Anna Linda, Anna Mimo, Anna Bick, Anna Lisa, or Anna Chris. عادة نقوم بتنظيم حفل عيد الميلاد، لكن هذه السنة الأمر صعب بسبب تعقيدات فيروس كوفيد-19. لذلك هذه السنة أحب أن نأتي ونزوركم في منازلكم. نحن نريد أن نعطيكم هدية بسبب الهدية التي أعطاها لنا يسوع. ماذا يعني عيد الميلاد بالنسبة لك؟ عيد الميلاد بالنسبة لي عن يسوع. عندما عشنا في منتصف قارة آسيا لخمسة عشر عاماً، عيد الميلاد كان مجرد يوم آخر لمعظم الناس، لكن لنا كان أكثر أهمية من عيد الميلاد بأستراليا، لأنه لم يكن عن سانتا أو الهدايا، ولكن كان عن الاحتفال أن الله أرسل ابنه يسوع ليكون مخلص هذا العالم. بالنسبة لي هذه أعظم هدية. الكتاب يقول في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث عدد 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وقت عيد الميلاد يذكرني كيف أحبني الله وأحبك، ويذكرني حقيقة أن أحبك كما أحبني الله. أنا أحب أن أتذكر كيف أتى الله إلى العالم وعاش بيننا. ميلاد يسوع يحقق وعد الله المذكور في كتاب أشعياء الإصحاح التاسع عدد 6: لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه عجيب مشير إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. أحب روعة عيد الميلاد، حيث المستحيل أصبح ممكنا. فتاة عذراء حبلت ووضعت ابنا لله، مستحيل ولكن حقيقة. عيد ميلاد يسوع المسيح. كريسماس مبارك. دوش بايراما كوتلو أولسن. كريسماس كيشوب كامنا. Salsala bina boshwe. Melikam gena. Froa vanachten. Bon Noel. Inia Christmas. Feliz Navidad. Merry Christmas!